وجائز في الاضطرار بالنجس وبالحرير وبكل ما لبس إن لم يجد سواه وليممي منجسا للاحتياط فاعلمي. وقيل بالحرير لا يصلي في الاضطرار وهو غير عدلي. وقيل في الحرير لا يصلي في الاضطرار وهو غير عدلي. هذا رأي لبعض الفقهاء لأنه لا يصح للإنسان أن يصلي بالحرير. لماذا؟ قالوا نغلب النهي عن الحرير، فالشرع قال هذان محرمان على ذكور أمتي حل لإناثهم، فالشرع قال بأنه حرام، إذا لا يلبسه الإنسان في حال الصلاة. ولكن نسي هؤلاء أنهم ارتكبوا محرما، أن هذا الشخص قد ارتكب محرما آخر وهو إظهار العورة، فالمحرمان موجودان. وإن جئنا إلى محرم الحرير وإلى محرم ستر العورة، فمن غير شك أن محرم ستر العورة، أن محرم إظهار العورة أبلغ من محرم الحرير. فالحرير جاء فيه الشرع بالنهي، محرمان على ذكور أمتي، فهذا التحرير على ذكور الأمة. لماذا نحن لا نعلمه؟ لماذا هو محرم على ذكور الأمة؟ والنجاسة ممنوعة، ممنوع منها الذكور والإناث، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تحريم النجاسة أو تحريم إظهار العورة كان مقترنا بالوعيد الشديد، مما يعني أن إظهار العورة كبيرة. أما الأول فليس فيه وعيد شديد، ولا يمكننا على الإطلاق أن نقدم أن ننتهك كبيرة من الكبائر لأجل أن نحافظ على محرم لم يدلنا دليل على أنه كبيرة من الكبائر. فعند وجود هذه المفاسد كلها نقدم المحرم الأخف وهو لبس الحرير على المحرم الأعظم وهو إظهار العورة. فمن هنا إن تعارض الأمران فإننا نقدم لبس الحرير في هذا الموضع. إن كان مصلي لم يكتب الحرير الحقيقي أو الثوب النجس فبأي ثوب يتيمم؟ بأي ثوب يصلي؟ إن لم يجد إلا حريرا أو ثوبا نجسا فللفقهاء في ذلك قولان، بعضهم يقول يقدم ثوب الحرير وبعضهم يقول يقدم الثوب النجس. الذين يقولون لأنه يقدم الثوب النجس قالوا الثوب النجس من أصله تجوز الصلاة به، ولكن الحرمة والمنع أشياء طارئة على هذا الثوب فلذلك منع من الصلاة به. أما ثوب الحرير فعينه وذاته لا تجوز الصلاة بها، سواء في لا يجوز لبسه سواء في الصلاة أم في غير الصلاة، كل ذلك لا يجوز. لكن ثوب النجاسة النهي عنه كان طارئا، وما كان النهي عنه طارئا أخف مما كان النهي عنه لذلك. لذلك هؤلاء قالوا بمثل هذا الأمر. المسألة مختلف فيها والله أعلم. من كان عنده ثوبان أحدهما مسبل والآخر من الحرير فبأيهما يصلي؟ هل يصلي بالثوب المسبل أو يصلي بالثوب الحرير؟ الثوب المسبل ثوب جاء فيه وعيد، وبنص جاء الحديث أنه تبطل الصلاة، لا صلاة للمسبل كما قال صلى الله عليه وسلم. الثوب المسبل أيضا فيه وعيد أخروي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل من الكعبين ففي النار، فهذا وعيد، وهكذا فيه لعن بكون صاحبه لا ينظر الله إليه يوم القيامة. أن النهي عن ثوب الحرير فكان أقل من النهي عن ثوب الإسبال، لذلك يقدم من هذه الناحية يقدم هذا. لكن يمكن أن يقدم الثوب المسبل على هذا الأمر من مرجح آخر، وهو أن الثوب المسبل لم يحرم لذاته وإنما لصفة عارضة فيه وهي الإسبال، أما الحرير فمحرم لذاته، وما كان محرما لذاته أبلغ مما كان محرما لغيره فينتهك المحرم لغيره. المسألة محتملة لهذا وذاك، والله أعلم.